تعتبر مدينة شقر الساحلية في محافظة أبين من أهم المدن وواحدة من أهم مواني الاصطياد في الجمهورية، حيث تتميز بأنشطة متعددة، لكن أبرزها نشاط القطاع السمكي الذي شهد اهتماما واسعا خلال عقود ماضية، وذلك لتميز شواطئها الغنية بالثروة السمكية ذات المذاق الفريد. كان إنتاجنا يسوق إلى المملكة العربية السعودية، الآن تيجي أغلق بعض المنافذ، الآن ما يروح الآن الصيادين يعانوا مشاكل كثيرة، الأسماك لما تكثر ما تباع بعض الأحيان. ولأن أهم ما يميز مدينة شقرة أسواق بيع وشراء الأسماك الطازجة، من الطبيعي أن تعتبر مهنة الصيد من أكثر المهن رواجاً، حيث يعمل عددا كبيرا من أبناء المدينة فيها، وتعد إرثا يتوارثه الأبناء عن أبائهم. وكما تعتبر الثروة السمكية واحدة من أهم روافد الاقتصاد الوطني لما لها من مردود على مستوى الفرد والوطن، إلا أن الإهمال وغياب الاهتمام بهذا القطاع يبدو واضحا من قبل الجهات المعنية، وأول من يدفع ثمن هذا الإهمال هو الصياد البسيط الذي يتجرع مرارته بصمت، وهو ما جعل من الإنتاج السمكي في هذه المدينة يتراجع بشكل ملحوظ في العقود الخمسة الأخيرة. الصيادين يحتاجوا إلى مصانع ثلج وإلى ساحة حراك كبيرة من أجل لم الصيادين بشكل عام في ساحة واحدة كاملة. في مدينة شقرة واحدة من أهم المنشآت التي تميزها مصنع شقرة لتعليب الأسماك، كان قد احتل شهرة محلية وعربية واسعة منذ تأسيسه، لكن كان هو الآخر عرضة للإهمال. هذه هي قوارب الصيادين الذين يستمرون في معانقة الأمواج كل يوم بحثاً عن الرزق الوفير. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، منطقة شقرة الساحلية، أبين.